تحية لكل يلي انضموا لنا هلأ لليوم الأربعاء 3 تموز 2013. وقفتنا هلأ قبل ما ننتقل لعند غيدا وسينما مع الشيف فيصل ورشة ملح لنشوف وين صار. عن جديد صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. لكن نحن كنا بلشنا بوصفة البيتش كابلر. البيتش كابلر هي عبارة عن أكيد هلأ رح نشوف الوصفة على الشاشة. هي عبارة عن 6 من الدراء أو الخوخ أو أي نوع فواكه موجود عندكم بالبيت ما في مشكلة. قطعناهم لحروز صغار، حطينا خلطناهم مع 12 جرام من النشا و60 من السكر، وطبعا ضفنا روح اللوز أو الفانيلا، قلبناهم مع بعض مظبوط. أنا ضفت كم حبة فريز، أعطيتهم شوي اللون الأحمر، فوتنا على حرارة 220 لمدة 10 دقائق وغطيتهم شوي كمان كرمال تبقى المي فيهم. مثل ما شايفين طبقة نسميها النشا كيف اشتغل مع السكر والمي طلعت من الدراء. ننتقل هلأ تنحضر تنكمل الوصفة اللي هي التوبينج لها. هي عبارة عن 185 جرام من الطحين، رح نحط معهم 12 جرام من الملح. نحن بنقول هيدي 8 جرامات وتقريبا نص ملعقة صغيرة، وطبعا من البيكنج باودر عندي ملح 15 جرام رح زيدهم، والبيكنج باودر هو عبارة عن 12 جرام 8 وملعقة ونص، حطيناهم مع بعضهم. عندي من الزبدة تقريبا نحن 85 جرام من الزبدة الطرية، وهي الزبدة الطرية حطيناهم كلهم مع بعضهم، بيبقى عندي أكيد من السكر 115 جرام، حطينا السكر معهم، صار عندي طحين زبدة سكر ملح بيكنج باودر، ولح طريهم مع بعضهم بينما يضطروا مع بعضهم، لح يضطروا مع بعضهم مظبوط. أنا محضر عندي 150 ملي من حليب السائل، وطبعا نحتاج لبيض عدد واحد. بنحط البيض اكيد من بعد ما تطرى مظبوط الزبده والباقي المواد. بيضه وحده لكان في ناس بتسال اذا فينا نحط مع فانيلا او اي منكهات ثانيه، فيكم تحطوا مع فانيلا. انا هون لحط مع برش ليمونه حامضه تطلع كتير طيبة، تعطيها نكهة حلوة. نزلوا بقلبها ومن بعد ما تضطرها مثل ما شايفين هون اضطرت مع بعضها مظبوط. رح ضيف البيض، رح ضيف الحليب، وارجع اكيد اعملهم بشكل ملاعق، حطهم على بيتش كابلر وبيرجعوا يفوتوا على الفرن على منولع النار من فوق تقريبا لمدة 10 دقائق كرمال يصيروا لونهم يعني أشقر، لونهم حلو بيكونوا انخبزوا. هون عندي رح ضيف من البيض ورح ضيف كمان الحليب وصار عندي عجينة، وهلأ رح وزعهم بالملعقة فوق هون حطهم، وهلأ بالوقفة الأخيرة رح فرجيكم كيف رح يطلع الطبق. جوزيف الكاميرا لإلك. لك فيصل. ننتقل نحن وياكم لعند غيدا بسينما، ولليوم ضيوفة سونيا حتشيتي مديرة مؤسسة مهرجان أوت بوكس فيلم فاستيفال، وسكارلت سعد مؤلفة موسيقية. صباح الخير غيدا، صباح الخير سكارلت، صباح الخير سونيا. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير جوزيف وصباح الخير لضيوفنا. عنكم كثير تحكوا وحتبكم تحكوا. ثانك يو جوزيف، أهلا وسهلا فيكم. أكيد اليوم حدث سنوي عم بيصير للسنة الثالثة على التوالي، وأكيد هذا الشيء اليوم حبينا نركز عليه ونسلط الضوء عليه. أجلناه أسبوع للأسف بسبب الأحداث اللي كانت عم بتصير بلبنان، بس نحن مستمرين دائما، ودائما الأحداث السينمائية اللي عم بتصير بشكل كثير كثير قوي هالفترة رح تضل أكيد هي محط، أكيد عم نسلط عليها الأضواء بخلال أيامنا دائما. أهلا وسهلا فيكم. قبل ما نبدأ الحديث معكم خلينا نشوف تيزر الفستيفال. هاي بولي، الرومان باث
لانه عملتوها بالرومن باث قررت اليوم انا اجي لابسه ستايل رومن. كنت بدي اعمل لكم جدوله طويله او اعمل لهم شوي ستيل رومن على قوله لما لحتى يزبطوا مع الفستان، بس شعري ما بيحمل كثير بقى التزمت بهالموديل. ميرسي ميرسي. كمان اليوم لما منا هم وجه لها تحيه معنا، واليوم كمان بس بيسمحوا لي هيك افتح بارانتيز صغيره، وعيد اختي اليوم عيد ميلادها، بقول لها هابي بيرثدي، هي بتحبك كثير وهدي سلامي اشقائي. فيني افتح مثل ما بيفتحوا استريكس واوبيليكس كيف فتحوا زمان الجولوا كانوا الخبريه تبعولهم. رح نبدا معك سونيا لحتى نحكي شوي عن الفستيفال السنه الثالثه هالمره، والحمد لله مثل ما قلنا مع كل الظروف ورغما عن القتل الذي حصل في الباث نفسه وقتلت كل الممثلين الموجودين بالفستيفال، بس كل اكيد دل الفستيفال مكفى الحمد لله، وكان من 27 ل 30 حزيران جون بالرومن باث بالحمامات الرومانيه باسواق بيروت. الحدث السنه الثالثه شو تغير فيه السنه؟ السنه كل مره احنا بنجرب نلاقي يعني اكيد افلام جديده، بنجرب نحسن نوعيه الافلام كل سنه لنضل الناس بحبونا اكثر شيء من وراء الافلام، يعني الفيدباك على طول منيح من وراء الافلام المنقيه، وعلى طول بنلاقي تيم جديد كمان كل سنه كرمال السنه كونسير اللي بتعمله سكارلت هو ليله الختام تبع المهرجان، واكيد كمان كل مره بنعمل شيء جديد بالاوبننج كرمال ضلنا هيك يعني جو الفستيفال نفسه، بس بتغير قصص ديتيلز. يعني في هالسنه شارك 35 فيلم من 9 دول، من 15 دوله سوري، من 15 دوله وكمان من استراليا من لندن من انجلترا تقريبا من كل القارات يعني ايه من بلجيكا نعم مزبوط من تايوان من يوروب كمان فرنسا ايطاليا سبين. كيف وصلتوا لهم لكلهم على باي انترنت يعني؟ ايه عندنا كثير يعني كونتاكتس هو باي انترنت، وقت نروح كمان على فيلم فيستيفالز برا كمان بتعرف على كثير ديستريبيوترز ومخرجين، وعلى طول يعني عندنا داتا بيس صارت كبيره وكل سنه عم تكبر، وفي ناس سنه بيلاقونا لحالهم بيكونوا موجودين بالاوت بوكس تبعيتكم بالميل بوكس تبعيتكم يعني بتفتشوا دغري عليهم. نحن كمان كل سنة كنا نقول شو الفرق، كل سنة نحن بنعمل ليلة مركز فيها على بلد معين. أول سنة عملنا عن الأفلام الإسبانية القصيرة، ثاني سنة عن الأفلام الألمانية القصيرة كان بتعاون مع الجوتي إنستيتوت، وهالسنة عملنا كمان ليلة بريتش 9 أفلام بريتش ربحانين كتير جوائز عالميا، كمان كان بتعاون مع البريتش كونسل ببيروت. هذا كان بتكون عادة ثالث ليلة من المهرجان، بتكون هيك كثير أكثر هيك مركزين على وكلهم أفلام قصيرة كانوا لحسب كانوا شورتس إن ذا باث موجودين بال بال بالعروض، وكمان بكل فخر كان في كثير أفلام لبنانية كثير حلوة مزبوط. وكمان كان في جائزة لبنانية أولى، ومنهم كمان مشاركين كان في ستارينج جوليا كمان للي فهد اللي حاز على جوائز عالمية كمان مزبوط. مع هالفيلم وبيهايند أوليف تريز وغيرها وغيرها. رح نرجع نكفي معك، بس بدي انتقل على سينيك كونسير مع سكارلت. سكارلت سموك نسبة لسكارلت أوهارا، ما هيك تعمل لك قبل شوي هيك حسيت واسمي كتير حلو على كل الأحوال. سكارلت سينيك كونسير عم بيترافق مع الفستيفال أوتبوكس فيلم فستيفال السنة الثالثة على التوالي. السنة اخترتوا رومان بولانسكي بالتحديد مزبوط. كيف كان الخيار ومين كانوا مشاركين معك بالفرقة؟ أوكي إحنا فتشنا كتير على كتير فلومة بالأول، وبالغلط لقينا رومان بولانسكي وأخذنا أفلام هو يعملها هو وتلميذ، لأن بوقتها كان فيه صار فيلم ملون وبيحكوا كل شيء. نقيته سايلنت موفي معمول نعم. بالستينات يلي هو شيء كتير قليل لينوجد. وفي بالفرقة في ألاون يلي بيلعب كونتر باس، ومنكتب أنا وياه ومنوزع وبيلعبوا كونتر باس كمان. في جاسي بوملهب على الفيولون، فيفيان القاضي على التشيلو، ماريو شيخاني على الدرامز، وهالسنة كان معنا سبيشل جيست اسمه جورج بوتروس بيلعب بلوت. سو كان وبنعرف كمان يعني بخاصة بالأفلام السايلنت بيكون الرك كتير مثل ما بيقولوا أو الضغط كتير على الموسيقى، لأنه الموسيقى بتوصل رسالة بالدرجة الأولى. فقديش فعلا قدرتوا تحسوا حالكم قادرين تحطوا وتقولبوا هالموسيقى اللي حتى رومان بولانسكي بهالفيلمين لحتى تقدروا توصلوهم للجمهور بخلال الفستيفال؟ هو كنا عم نجرب نعمل شيء كليا مختلف عن الموسيقى الأصلية، يعني لدرجة يمكن مرة سمعناها وقررنا أنه خلص ما وقت نسمعها لنجرب نظهر من الجو لنخلق نحن جو جديد لنقدر ناخد الفيلم مثل ما نحن بدنا، بس بنفس الوقت نترك القصة يلي الأصلية يعني مش كمان نزعله إياها وننزع المود. فإتس فيري تشالنجينج لأنه بتخافي تنزع الفيلم بنفس الوقت بدك تعمل شيء لذيذ وجديد. بده يكون في روح تبعيتكم يعني كمان موجوده فيها بالدرجه الاولى، بقى هيدا اكيد الحلو وهيدا اللي كنتوا عم تجربوا تثبتوه، لانه الفستيفال امام جمهور حي
مباشر عم يحضر على المسرح بالحمامات الرومانية، وهو عم يرجع يختار بعدين مثل ما صار الخيار معه بالأفلام مزبوط. الأجنبية والأفلام الأنيميشن والأفلام اللبنانية. مزبوط. مين هن أبرز الفائزين؟ هو نحن أول يومين عنا ثلاث فئات من الأفلام، الأفلام العالمية المنا أنيميشن، الأفلام العالمية الأنيميشن، والأفلام اللبنانية. فكل ليلة بنعرض ثلاث فئات بين 4 و5 أفلام عن كل فئة، وجمهوره بده يصوت على فيلم، ينقي واحد من كل فئة أول ليلتين. بعدين اخر ليله من يعني بنعلن نتيجه التصويت وهيك. اللي ربح السنه هو عن الافلام اللبنانيه هبه طوجي عن فيلم مضروب، وكانت البريمير تبعيته عندكم بالفستيفال. ايه كانت البريمير تبعيته، البريمير تبع استوديو بيروت كمان كانوا عندنا. هبه ما غيرها يعني. ايه هبه الرحباني. مبروك لهبه. ايه مبروك لهبه. ميرسي. وربح عن الفئه العالميه، ربح فيلم اسمه بو استرالي، كمان ربحان جوائز قبل يعني كذا فستيفال برا. وهون هالمرة ما عملوا لبو، عملوا له يس، عملوا له برافو، ما عملوا لبو. وفيلم الانيميشن ربح فيلم معمول بين المانيا وبولندا اسمه بيرمي، كمان ربح عن فئة الانيميشن. نعم. سكارلت بالنسبة لاختيار الاغاني، يعني هيدي السنة الثالثة مثل ما قلنا، ودغري التحضير ابتدى، سكر فستيفال نفتح فستيفال جديد دغري للسنة الجاية ان شاء الله، لأنه تحضيرات كثيرة والأفلام كثيرة. كيف بلشتوا هلا توضعوا السكة إذا فينا نقول للفرقة لحتى تقدروا تعملوا سينما كونسير جديد السنة الجاية ان شاء الله؟ بلشنا من هلا نفكر بتام، لأنه كنت امبارح عم بقول إنه بدنا لنقدر نعمل سينما كونسير بدنا نكون بالعين الفيلم، ما فينا نكون إنه مش حافظينه ثانية. فمن هلا نقينا التام إذا بديك، وعنا هلا فلومة، هلا بدنا نحضرهم ونبلعوا. هذا هو نفتح، بده يفتحوا تامهم، بده يفتحوا تامهم ويبلعوا لتيقولوا التام تبع. بس انا بحب اعرف انه يعني شباب وصبايا بعمركم عم تدعوا من كل القارات بالعالم، 15 بلد مشارك، يعني كلفه مش هينه يعني. هو بتعرف نحن المهرجان مجاني، هو كل هدفه انه خلص العالم تحب السينما، تحب الافلام القصيره. نعتمد على السبونسرز تبعنا على طول، نعتمد على السبونسرز. هلا انجا هالسنه كانت شوي عاطله، انجا قدرنا نسكر يعني المصاريف، بس ان شاء الله السنه الجايه بتكون احسن. يعني الاشخاص المشاركين بيجوا على حسابهم يعني ايه كانوا جايين، هو عطا بيجوا على حسابهم، نحن بنقدم لهم الاكوموديشن. بس ما يعني رجعوا لغيو، كانوا جايين رجعوا لغيو ورا اللي صار للاسف بسبب الاحداث. كمان حدا بيفرجيهم هيك تيزر كمان يا سونيا، هيك لحالها تيزر خوفتهم. تيزر جو البلد. رح نشوف تيزر الثاني كمان تبعت الفستيفال، واكيد برجع نتابع معكم نحكي عن الجوائز اللي فازوا فيها الرابحين الاوائل. يعني اللي ما مات بالرشاش مات بالسيف، مات بالحرب. ما في مجال. الرابحين الاوائل كان عندهم يعني جوائز كمان عينية بقيمة مادية يعني معينة. مزبوط. من استوديوات بهوليوود ومن بروديوسرز عالميين. مزبوط. شو هن ابرز الجوائز؟ الجوائز هي رح من برودكشن هاوس، هي اندبندنت برودكشن هاوس بين كاليفورنيا ولوس انجلوس ونيويورك. نعم. رح يعملوا لهم كونسلتنسي ليكتبوا سكريبت جديد من اوورد ويننج سكرين رايترز يعني عالمية. نعم. حيساعدوهم يكتبوا سكريبت جديد ويرجعوا يساعدوهم بتاني ستيب. نعم. حيساعدوهم يلاقوا مصاري ليمولوا الفيلم، ومعقول اذا عجبهم الفيلم يفوتوا كمان ب بارت من الانتاج ان شاء الله، يقدروا هن كمان يشاركوا معهم ويصيروا يعني. اول جائزه كانت تقريبا بقيمه $5,000 تقريبا، هي كونسلتنسي بقيمه 5000. نعم. والثانيه كانت 2005. مزبوط. نعم. وكمان كان في جوائز ثانية ترضية للباقيين، ولا هلا كل اللي بينعرضوا بالفستيفال بكفي انه اخترتوهم يعني؟ مزبوط. بيكونوا افلام فائزة يعني عندها جوائز عديدة حازت عليها من عدد من الفستيفالات. مزبوط. او حتى نالت اعجابكم يعني. نحن بيوصلنا تقريبا 600 فيلم ننقي منهم 35، يعني شيء عن جد خيار كثير صعب. هي قبل بتنقوا، نحن الكوميتي بنصوت كيف بصير بالوقت المهرجان تصويت، نحن كمان بنصوت. نعم. الكوميتي بتصوت ومفرجيهم لناس ما خصهم بالدومين. نعم. هيك نشوف كمان عم بيعطوا نظره ثانيه للافلام. أوكي. كمان هن بيصوتوا وكمان في عنا البارتنرز تبعنا بباريس اسمهم اكيو فيلم فيستيفال كمان بيصوتوا. سو مش نحن اللي بنقرر على طول يعني، يمكن انا فيلم بدي اياه، بس انه كانت يعني عجقة بالمهرجان. ايه عجقت كثير بالمهرجان يعني. نعم. نحن ما كنا متوقعين، اكشلي كنا خايفين، لانه بتعرفوا قبل بيومين من المهرجان صارت كل المشاكل وهيك، والعالم كانت
ما كنا متوقعين قد ايش عالم يعني مثل الاول مثل هذيك السنه واللي قبلها بس لا رجع نفس الشيء. بتعرفي العالم بحاجه لنفس جديد، بحاجه لحتى يروحوا يعني كمان شوي هيك ينفسوا شوي ويروقوا بالهم، لانه عن جد بكفينا بقى ايام سوداء. ودائما بنقول انه لبنان بيطمح لايام بيضاء افضل. نحن اكيد بدنا لكم كل التوفيق ان شاء الله بالفستيفالات اللي جايه وبكل المشاريع اللي بتقوموا فيها، ورح نضل اكيد مواكبينكم. سونيا سكارلت اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. جوزيف بالختام انا بس بدي اقول لكل المشاهدين لكل اللي بعد ما راحوا شافوا ناو يو سي مي شو ناطرين، روحوا شوفوه ما تروحوا عليكم ابدا. فين بتغير العقل حبيت عيد حدا بعد لا خلص. بس بدي اقول كمان لكل اللي حابين يضحكوا كمان في فيلم ذا هيت للممثله المهضومه كثير ساندرا بولوك، كمان مع ميليسا ماكارثي الممثله الامريكيه، كمان فيلم كوميدي بامتياز لكل اللي حابين يروحوا يغيروا جو، لانه مثل ما قلنا بدنا نضحك بقى وبدنا شوي نخفف عن بالنا. عليك انا منيح علقت علي الساعه يعني بتشيلي ساعه على فرد سحب السينما في مجال يعني. بس خلينا نرجع نذكر بس بشكل كثير سريع بالويب سايت تبع الفستيفال. مزبوط بس هو سونيا outboxfilmfestival.com، كمان فون على الفيسبوك بيج كمان تبعنا كمان outboxfilmfestival بتطلع. ثانكيو لكم سكارلت، ثانكيو لك سونيا. وفي كمان لكل محبي براد بيت وهم كثر وورد وول زي كمان عم ينعرض حاليا بالصالات. حلو شعراتي غيدة ميرسي دايما هيك بيتغزل فيك. حتى نقول بس للمشاهدين تمام هو شو بس هو بساي غانغام ستايل، انا رومن ستايل كمان. لكل المشاهدين مكملين احنا وياكم. طبعا شهر رمضان قرب ومثل ما بتعرفوا برامج كتير لتلفزيون مستقبل واذاعه الشرق. نحن اليوم رح نبلش باذاعه الشرق ونعرفكم على 12 برنامج جديد رح بيكونوا خلال شهر رمضان المبارك اللي رح تبقى هالاذاعه وبشكل يعني جديد 24 على 24 ساعه متواصله معكم. اما تلفزيون مستقبل بين المسلسلات والانتاجات المحليه رح بيكون في عنا كتير مخصص لهالشهر الفضيل. وبتعرفوا كتير منيح انتم تلفزيون مستقبل دائما بشهر رمضان بيكون مولعه. نحن وياكم بعد هالوقفة رح منكون مع ضيفنا سيد كمال ريشة مدير إذاعة الشرق ومدير الأخبار والبرامج السياسية. خليكم معنا.